مشاهدي قناة شوف تيفي صباحكم مبارك سعيد، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة مكناس اللي غادي نتكلموا فيه على الفوز ديال المغرب الفاسي أي الماس على نظيره النادي الرياضي المكناسي الكوديم في قعر الدار أي بملعب الشرفي بمدينة مكناس. شفنا كما تابع الجميع أن هذه المباراة هذه اللي جمعت بين النادي الرياضي المكناسي لكرة القدم وكذلك المغرب الفاسي اللي خرجت النتيجة لصالح الكود عفوا لصالح الماس أي المغرب الفاسي بثلاثة نقاط للصفر. واش كتشوفوا بهذه النتيجة هذه أن المغرب الفاسي قادر على أنه يفوز ببطولة كأس العرش إذن في انتظار التفاعلات ديالكم مشاهدي قناة شوف تيفي، احنا باقيين معكم في هذا البث المباشر اللي فيه غادي نتكلموا على واقع كرة القدم بجهة فاس مكناس اللي في الأيام القليلة شفنا الفوز ديال المغرب الفاسي والصعود الى او البقاء الصعود الى القسم الوطني الاول، وشفنا يعني الفرحه ديال الجمهور نادي الجمهور الفاسي اللي خرجوا الشوارع وحتفلوا وفرحانين بهذا الانتصار او بذاك الانتصار اللي كما كيعرف الجميع ان كره القدم بجهه فاس مكناس في السنوات الاخيره عرفت واحد الركود، عرفت واحد المشاكل كبيره لا في قلب الفريق النادي الرياضي المكناسي ولا المغرب الفاسي اللي بقاو كيطرحوا تساؤلات عده علاش جهه فاس مكناس اللي هي يعني واحد الجهه اللي هي كبيره اللي هي حيويه اللي هي عندها موارد وهي اللي عندها لي سبونسور وعندها علاش بالضبط ان هاد الفريقين العريقين كل منا الكوديم اي النادي الرياضي المكناسي وكيتخبطوا في هذه الوضعيه اللي هي صعيبه وكذلك المغرب الفاسي. البارح مشاهدي قناه شوف تيفي شفتوا معنا جميعا مباراه اللي جمعت بين الفريقين اي كل من الكوديم والماس واللي النتيجه خرجت لصالح المغرب الفاسي ب3-0 اي 3-0. هذا هنا طبعا كل المكناسيين عندهم ثقه في المكتب المسير الجديد مدينه مكناس وانهم باغين يصعدوا بهذا الفريق هذا وباغين انهم يحاولوا انه يرجعوا المكانه ديال هذا الفريق اللي هو الفريق ديال الكوديم للمكانه الحقيقيه ديالها وهي اي هو الصعود. ولكن البارح شفنا 3-0 هذا الشيء ما كيبخش من قوه ديال هذا الفريق وانما غيعطيه واحد هي كانت من المرتقب يعني الكل كان كيرشح على انه المغرب الفاسي هو اللي غادي يفوز في هذيك المباراه ولكن الكره كتبقى كره الواحد ما كيقدرش انه يحكم فيها. هنا مشاهدي قناه شوف تيفي عطونا رايكم واش كتشوفوا ان المغرب الفاسي قادر على انه يفوز ببطوله كاس العرش. انا غادي نقرا التعليق ديالكم عزدين صباح الخير وكذلك فاس اودي مكناس فاطمه الزهراء شكرا سي عزدين شكرا الناس ديال المشرع بالقصيري مشرع بالقصيري اللي كيتابعونا الان عبر هذا البث المباشر اللي كنتكلموا فيه على الوضع ديال كره القدم في جهه فاس مكناس بحكم ان النادي الرياضي المكناسي استقبل البارح في الميدان ديالو اي بالملعب الشرفي بالعاصمه الاسماعيليه المغرب الفريق المغرب الفاسي اللي هو كذلك بدوره فريق عريق فريق اللي حاصل على 3 ديال الكؤوس في 100 يوم وهذا الشيء ليس بالهين وهذا الشيء ماشي سهل. كاس العرش كاس افريقيا وكاس كاس العرش وكاس افريقيا وكاس البطوله يمكن ديال الكاس الثالث ديالي على كل حال هنا كاس البطوله كاس البطوله وكاس العرش وكاس افريقيا هنا كيدل على ان القوه ديال هذا الفريق هي ماشي بالهينه رغم انه شفنا مؤخرا او في السنوات السابقه شفنا انتكاسات اللي كانت كتعرف اللي كان كيعرفها هذا الفريق ولكن الان شفنا انه والخير دليل هو انه الفوز ديالو المتتالي اللي ولينا كنشوفوا مؤخرا ديال هذا النادي اللي هو فريق المغرب الفاسي كان يعني توقعات على انها غتربح على الفريق
الفريق ديال الكوديم، لان الفريق ديال الكوديم ما كنقصوش من اللعابه ديالو اللي هو شفنا المكتب المسير انه استقطب العديد من اللعابه اللي عندهم يعني اللي عندهم غيره اولا قبل كل شيء على الفريق، واللي عندهم حس ديال النادي، الحس ديال النادي المكناسي، واللي كانوا جلهم او ديال هادو اللي تستقبلوا الان او اللي جاوا سناو مع الفريق اللي كانوا لعبوا فيهم قبل، وخيرهم على الاخير النادي المكناسي عليهم سابق. فحنايا طبعا ثقتنا فيهم كبيره، فهنايا باقي عاد البدايات، يعني ربما باقي عاد البدايات، باقي هاد الفريق هاد الخساره هي بمثابة نقطة قوة بالنسبة لهم اللي غادي تخليهم يعرفوا فين كاين الخلل، فين كاين النقص، فين كاين المشكل، اشنو خاصهم يديروا، اشنو ما داروش. نتمنوا التوفيق للفريق النادي الرياضي المكناسي اللي احنا بدورنا بغينا ان الفريق يزيد القدام، وان الفريق يرجع للمكانة الطبيعية ديالو، الا وهي الانتصارات، الا وهي الفوز وتحقيق المبتغى. وبالمقابل كذلك نتمنى التوفيق للنادي الرياضي الفاسي بمدينة الفاسي، نتمنى لي كذلك حتى هو بدوره التوفيق والفوز بكأس العرش اللي ماله، لأنه عانى وعانى الكثير في السنوات السابقة. إلى هنا سيدنا نقول لكم دمتم بألف خير وإلى اللقاء.